السلام عليكم خوتي المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. كما كتشوفوا اليوم راني بديت القرايه، كما قلت لكم اخوتي راني مشيت تفات وتقيدت وخلصت، دابا راني غاده للمدرسه. راه اليوم 3 ايام باش بديت القرايه. وهالواليده السلام فين عليكم هي؟ خوتي المشاهدين، كي دايرين الحباب ديالي؟ كيبقيتو مع صحيحتكم؟ كيبقى وليداتكم؟ كيبقى معز عليكم؟ كنتمناكم تكونوا على خير وبخير، تكونوا في صحه جيده يا ربي. ولا لا مريم، راه غادي هاد النهار الصباح بكري اخوتي، راه ما زلتش عارف الدراري، انت قلبي انا مشى بكري، راه غادي اخوتي باش توصل تخرج مع 6 من هنا، باش كتوصل بكري 6 8 تدخل، ومع سافه ديال الطريق من هنا دابا تركب ان شاء الله، تركب 100 درهم طلع شركة معاهم مريم باش يعرفوا. ما عنديش كي ندير، بحرا كنلقى الطاكسي بالزربه حتى نكون جايه ان ان شاء شاء الله. شي الله. نهار تشرك معاكم تشوفوا ان شاء منين الله تتركب، في تتنزل عاوتاني خصها تركب، عاوتاني خصها تزل، جيت المدرسه عاوتاني مسافه فين نضرب على رجلي اخوتي. والله يعاونها والله يوفقها، والله امين. يوفق امي دايما وليدات معايا، المسلمين كاملين، الله ينجحهم دايما اللي معايا ناويين امي، اللي تيقرا كامل، الله ينجحو اللي عنده الخدمه، الله امين امين يوفقه، يا ربي، والله امين يوفق كل واحد اخوتي، امين. تنطلبوا لهم التوفيق المهم من عند اخوتي الله. راني تعطلت خصني نمشي، المهم خليكم معايا حتى الله للمدرسة يوفقك على ونصور خير معاكم. بنيتي، والله يلا يوفقك، الله خليكم على يعاونك، خير وبسلامة الله عليكم يبعد عليك ميمتي. ولاد الحرام. امين يا ربي. عشتي زيدي دايما معاك معايا اخوتي، ميمتي، زيدي انا كل الله بنيتي تندعي معاك، ميتي تمشي وانا قلبي وين تبداي تصلي دايما معايا ميمتي. الله صلي يسهل معايا عليك، تندعي معاك وتندعي مع وليدات المسلمين كاملين، الله كي يسهل تنبغي عليك لوليداتي ميمتي تنبغي حبيبي. لوليدات الناس. والله اخوتي ملي تمشي في الصباح كنخاف عليها الصحه، اللي نخرجها ونمشي معاها نوصلها لبلاصه الطاكسي بعيده ورجلها هي انا اخوتي، وسمحوا لها الحبيب المهم خليكم ديالي معنا اخوتي خليكم معاها المشاهدين وما تمشي ان شاء تشوتوا الله. البلاصه، انتما معايا نوريكم كل شيء. ركبت نوريكم، مشيت غادي نوريكم. المهم الا صورت لكم المدرسه وما هدرتش اخوتي كيكون حدانا المدير ولا البنات اللي شبك كتصوري. المهم نشد لكم القيطه بلا ما نهدر وقبلوها مني اخوتي المشاهدين، وشكرا لكم بزاف وخليكم معنا. كما شفتوا كنت موليت كوش تقياد، راني تقييت وخلت أخرى المرة يومين باش دخلت، ثم رجلي خاب ليا هي غنخرج من غير تسالي العام، وانتوما اللي باقي لي ان شاء الله لما يتخلص خويا العام غادي نمشي اليوم وغنجيبو هدية وخليكم معايا على من نمشي. انا كنفطر انا جيت من المدرسه لان هبطت بلا فطور، ودابا راه جوي الوحده دابا هي وجيت نفطر، ثم خديت هذه الوجبه وهاد الكبده غريب، نتمنىكم تقبلوها ليا ولا كنتم في الجنة. وشكرا لكم بزاف، وراه تمارة ديال الطريق من لهنا كتشوف التقيات وكنهودو على رجلينا، وغادي نوريكم كل شيء خليكم معنا فهمتي. شكرا لكم بزاف ودايما اللايك ديالكم، شكرا لكم بزاف ونتمنى تقبلوا علينا على اي فيديو درنا معكم، وخليكم معنا خوتي. دابا انا كنفطر معايا واحد المطفل كضحك عليا، جاية زعما جاية ما عرفتي داير الطويل كتحشم. أنا طلعت مبقاش عندي المرقة كاع، اسمحوا لي كنشبه لكم، وهذا هو الفطور ديالنا راه من البارح ما نتعشيت والله إلا دايرة الوحدة. وخليكم معنا على من نمشيو للطاكسية نركبو إن شاء الله. الطاكسي ديال بن سودا وصلتني لهنايا، جيت عند الوالد ديال طريقي، ها هو الوالد. سنت غير شويه نقرب نسالو هو دابا، ولكن ما درتش شويه واحد الساعه تخرج. ايوا نمشي بحال نمشي. السلام عليكم مشاهدي الاحباب الغاليين، تحيه لكم، تبارك الله عليكم. انتما كتشوفوا اخوكم الطيب كي راه داير في العمل ديالو، الحمد لله. الله يسهل عليك والله يعاونك. نحمد الله ونشكره على كل حال. بكم الحمد لله احنا وصلنا شي حوايج اللي مازال نوصلو ان شاء الله غادي نوصلو. الإرادة ديالكم إن شاء الله وبدعمكم وبوقوفكم إن شاء الله معنا، بلي كومونتي ديالكم، جيم ديالكم، أبوني ديالكم، شكرا لكم. الله يخطيكم عليا، تحية للمغاربة أينما كنتم داخل الوطن وخارج الوطن، وتحية للشعب الجزائري داخل الوطن وخارج الوطن، الشعوب العربية كاملة. وقفوا مع مريم، بدات الدراسة ديالها في الدعوة ديالكم معها، نتمنى إن شاء الله التوفيق في هذا الدبلوم ديالها إن شاء الله. دي معايا با. أمين يا ربي، أنت راني شاحب ورانا الله عز وجل هو اللي طالع علينا. كندعي معك دائما في كل وقت، الله يخليك المسلمين جميعا. شكرا لكم، انا مازال شويه في العمل،
تبارك الله عليك، سير الله يوفقك ابو وخليت لك الراحه والسلام عليك. وخليكم معايا اخوتي المشاهدين، راه باقي جده ديال الطريق على رجليا، ودعوا معايا بالدعوه ديالكم ان شاء الله، وشكرا لكم بزاف وخليكم معايا اخوتي. انا غادا للدار، الشمس والحراره مشكيت عليكم الى العافيه، تقولوا ماشي شهر 10 والشتاء ولا تقولوا عاد الصيف بدا، اقسم بالله شي حراره وشي شمس كطبخ في الراس. شو راني دايره طاب ليا زعما الشمس وصافي، دوخت لي راسي، راسي كيحرقني. راه باقا اخوتي جبدها ديال الطريق، اللي ساكن في القطب الحضاري راه عارف، راه حنا دابا هي في النبيهات، دابا يلاه هو ديال القطب الحضاري. راني سخفت جبدها اخوتي ديال الطريق، انا نقلب لكم الكاميرا تشوفوا اخوتي. حنايا يلاه هو ديال مازال ما وصلنا حتى للقطب الحضاري، يلاه جيت المدرسه هانتوما هي. راه با مسكين في خدام الحبس، راه الطاكسيات نتوما يا. خليكم معايا اخوتي المشاهدين، ديو ديو زيدوا معايا اخوتي بالدعاء، ما تنساونيش بالدعاء ديالكم باش ان شاء الله يوفقني ربي ويسهل عليا بالله وبكم ان شاء الله غادي نوصل باش ما تمنيت ان شاء الله. اوف سخفت المهم. خليكم معايا اخوتي المشاهدين على من نوصل نص ديال الطريق، ونولي نصور معكم ونوصل للدار ونشد لكم خصكم يطا، وشكرا لكم بزاف. ودابا اخوتي درت لي زياد لا يمشي يكون كيتسمع الصوت مع الحديد وداكشي راكم عارفين. دابا راني ضربت النص في الطريق قاليش بزاف، ولكن اخوتي اقسم بالله لا سخفت الشمس الشمس دوختنا غير اللي دوختني. المهم خليكم معايا على من نوصل للدار ونتلاقاو خصكم يطاو نفطر، نحطو الفطور تاعنا نفطر، راه داكشي ما شتي شبعتي كيزيد لك واحد نصيرين راكم عارفين كويز الرايب ومدفايه. المهم خليكم معايا اخوتي المشاهدين بلا ما نطول عليكم حتى نوصل للطريق للدار، راه مازال الطريق شويه بعيده اخوتي. انا وصلت للدار، جبت ديال الطريق اقسم بالله الا سخفت، شوف العرق شوف قريب. سلام لقيتي امي؟ لقيتي لاباس عليك؟ الحمد لله كي لقيتي انت لاباس عليك؟ الحمد لله راني مظالمه الدنيا. طيحه كشريده، طيحه كشريده بجيجه. وانا وصلت اخوتي ردا، اجي حدايا باش تباني. سخفت. السلام عليكم اخوتي المشاهدين اعزاز الغاليين، كيبقيتو مع الصحيحه، كيبقى وليداتكم، كيبقى عز عليكم. كنتمناكم تكونوا على خير وبخير وتكونوا في صحه جيده يا ربي. ولا لا مريم دابا راه عاد جات من خوتي من الخياطه ديالها، والحال بعيد اخوتي. وتمارا هبطتي على رجليك، قالت لي فلوس المركوب. علاش؟ ايوا فلوس المركوب ودست فطرت، جاني الشوا باش ما بقاتلكش. قلت لها واخا درت لك بنيتي الفطور ما فطرتيش، كنقدش كما كتشوف اخوتي ملي تتحط الطاكسي مسافه ديال الطريق، كنت تصورها معكم وتشوف مسافه بزاف بعيده، من تما لهنا 100 ريال باش تتركب. عطيتها لها راه فطرت بها هذا النهار، مشات بلا فطور اخوتي، وتبقاي بنيتي تفطري هنايا وتجيبيها ان شاء الله. ما كنقدش نفطر في الصباح، ديري غير شويه ديال هذا على فمك ومن تمشي ان شاء الله بنيتي. راه متخلص اخوتكم اخوت خوتها اخوتي خلاص على 15 راكم عارفين تيتعطل بهم الخلاص، ان شاء الله امورهم طيبه ان شاء الله باش تركب واش تاكل. الله يخلي لها حياتها، والله يخليكم نتوما وليداتكم. الله يربي ولا عطاني بشي طابليه عليكم شريتيها حتى الكشوبه، قالت لي الساده ضروري تجيبيهم. نقول لها صبري عليا هي ما كتعرفش امي. صبري ورا مريم. ايوا هذيك هي هكا كيجي صدقي حتى لتحت. هانتوما خوتي راه تلبس طويل اصلا، تلبس كتاوي طوال. شحال شريتي؟ 14%. 1400. 1400 بصحتك وراحتك. الله يعطيك الصحة. عقبة ان شاء الله بالنجاح. كنت دايرة لي زيات باش بغيت تسمع الصوت وبقاو في ودنية. عقبة النجاح ان شاء الله الوليدات المسلمين كاملين كلهم، الله ينجحهم الله يوفقهم.
اللي باغي الخدمه الله يوفقه الله يسهل عليه خوتي. امين يا رب. والمرض الله يشافيه واللي دايره مادة يديها الحنة الله يكمل عليها بالخير. كاين شي ميسج جيبها لفاطمه ساري هذا تجي مقرا هذا خصني ضروري امي انا نعيط لها تجيبها لنا. وقلت لكم كاين اللي مادة يديها الحنة الله يكمل عليها. أمين. الله يجعل ربي يسهل على كل واحد اخوتي واللي مني الله يسهل عليه والله يكمل على وليدات المسلمين كاملين ويجيح لي بنيتي لالا مريم ووفقها ان شاء الله يا ربي هي وليدات المسلمين كاملين اجمعين وخلي لي وليداتي وخلي لكم وليداتكم الحباب. وهذا النهار لالا مريم راه جايه شاركه معكم المدرسه ديالها راه كتخلص عليا اخوتي وراني جابينها المهم غادي نحب شويه يديايات غنقادو نولي نرجع لكم. احنا ولينا لكم اخوتي راه يدي حرقتني شويه خصنا لعب ديك كي تقول السبور سيبور سبوره كيف انا ما كنعرفش اخوتي المشاهدين اللي قلتهم قبوله منك لا حطيهم عليا الحباب ديا وليك اللي قلتها كت تايك قال هذا ما كيقولوا لي حتى الكلمه اللي تجرحني ولكن الله يجعل ربي يخليهم لي والله يطول في عمركم اخوتي. ودابا لالا مريم راه جات من المدرسه نعطيها تاكل دابا ان شاء الله راه جات تقع عيانه ومع الطريق اخوتي راه تعيا مع باقا مريضه جديه تنحس بهم تيديروا ترك 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 تبقى تركب بنيتي ايوا امي انت كافه خصك دي من هنا امي كلا اللي كان خصك الا ركبتي من لهنا وجيتي وليتي ولدتي راه خصك 800 ريال ولا 50 درهم المركوب واش دير سهل الله بنيتي سهل الله اخوتي ودعيو معاها دعيو معاها يوفقها سيدي ربي والله يجعل ربي ينجحها وينجح وليدات المسلمين عندكم كاملين كما بغي الوليداتين بغي الوليدات الناس كاملين. دابا امي راه الفيديو طويل والله يخليكم ليا الاعزاء الغاليين وشكرا لكم داخل الوطن وخارج الوطن الدول العربيه فين ما كانت وخوتنا الجزائر اللي خطيكم عليا الاعزاء الغاليين حنا خاوه خاوه ما بيناتناش العداوه هادشي ما كان الله يجعل ربي يخليكم ليا والله يطول لي في عمركم والله يجعل ربي يحفظكم الله يحفظكم الله يعطيكم ما كتمناه ان شاء الله يعطيكم الصحيحه هي اهم شي اخوتي اللي عنده الصحيحه راه عنده كلشي الله يسهل عليكم كما متبعيني ومفرحيني الله يجعل ربي يفرحوا عليا وتقبلوا على الفيديو ديالنا وتشاهدوه من الاول حتى للتالي اخوتي وعاونونا بالبصيمه ديالكم الله يجعل ربي يحفظكم ويخليكم ليا وينصركم ربي وخلي لكم الوليدات ودابا ما نطولوش عليهم امي خليناكم على خير ما تقولوش غير مريم راه خطاتني يعني من مشيت للمدرسه وانا مشمره وريهم الدار مريم انتم اخوتي هاي 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 مخمله مجبده كلشي كيما ناضت فوق بيت النعاس ديالها كي خلاتها ركبتي وبيت النعاس ديالها كلشي مجبد الدار تجبدت الدار سيقت اخوتي طيب طيب الغدا كلشي اي والله يعطيك الصحه الوالدين واش ندير اخوتي انا خليها ديما معايا لا بد تعلم حتى هي شي صنايعه باش تعاون راسها وكنتمنى لها التوفيق ايديا ما حرقتني عييتي ليها وليدات المسلمين وما نطولوش عليكم اخوتي هذا الفيديو خليناكم على خير وفيديو جاي ان شاء الله يكون في حسن الظن ديالكم وبسلام عليكم ونتلاقى في فيديو جاي والدعوات ديالكم معايا وشكرا لكم وبسلام عليكم.